يقول السائل: يوجد لدي أولاد، أحدهم غادر المنزل بسبب التدخين ولم يعد إلى الآن. إخوانه الموجودين عندي قمت بتزويجهم وشراء سيارة لكل واحد منهم، علما أنني قلت له ارجع وسأفعل معك كما فعلت مع إخوانك ورفض، فهل علي شيء لم أفعل له مثل ما فعلت مع إخوانه، علما أنه عصاني وخرج؟ إذا كان اللي أعطيته لأولادك من باب النفقة والحاجة، حاجتهم فقط، هذا لا بأس، يجوز أنك تنفق عليهم ولو لم تتساوى نفقتهم، كل بقدر حاجته. وأما إذا كان أنك أعطيتهم زيادة، أعطيتهم شيء زايد على النفقة، فلا بد تساوي بين أولادك اللي عندك واللي طالع، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعطية لابد من المساواة، أما النفقة فهي على قدر الحاجة. نعم.